بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، افتتحت مؤسسة بحرين تراست المعرض الفني الجماعي بورتري المرأة البحرينية في مركز صفية علي كانو للفنون، وذلك بمناسبة يوم المرأة البحرينية. وطلعت سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة على الأعمال الفنية للمعرض الذي ضم أكثر من 42 عملا فنيا بمشاركة أكثر من 33 فنانا وفنانة من البحرين، والذين استعرضوا أعمالا تحتفي بدور المرأة البحرينية وتعكس تنوعا كبيرا في التقنيات، مع تسليط الضوء على الأعمال التي تعبر عن هوية المرأة في مملكة البحرين وتاريخها. ونوهت سمو الشيخة حصة بنت خليفة بتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في دعم الفنون البحرينية بكافة أشكالها التي لها الدور الأكبر في صقل وإبراز الطاقات الفنية لدى المرأة البحرينية في كثير من مجالات الفن المختلفة التي سجلت فيها المرأة حضورا متميزا وسطرت فيها الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية وقصص النجاح الملهمة. وأكدت سموها على أهمية المعرض في استعراض المنتج الفكري والإبداعي والفني لجميع الفنانين البحرينيين، كما أشادت بما تبذله مؤسسة بحرين تراست من جهود دؤوبة لتنمية وتطوير مهارات الشباب في مجالات الاقتصاد الإبداعي واحتضانها وتقديم تدريب نوعي في مجال الفنون والحرف اليدوية، متوجهة سموها بالتقدير والإعجاب بالأعمال المشاركة التي تبرز الاعتزاز بعطاءات نساء البحرين ودورهن في نهضة وطنهن. منصة ملهمة تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمعات، يجسدها معرض بورتريه المرأة البحرينية من خلال لوحات ومنحوتات فنية قدمها عدد من الفنانين المشاركين في المعرض، عبروا من خلالها على الدور الفاعل للمرأة البحرينية في المجتمع. احنا في مؤسسة بحرين تراست ومن خلال ايضا مركزنا اللي هو مركز صفية كانو للفنون نقوم بهذا المعرض سنويا احتفاء بالمرأة البحرينية، وذلك في يوم المرأة البحرينية من كل عام. واحنا سعيدين ان احنا يكون لنا دور في المشاركة المجلس الأعلى في هذه الاحتفالية السنوية، ومن خلال الفنانين واعمالهم الفنية اللي يظهر انطباعاتهم ويعني نظرتهم نحو المرأة البحرينية. وجودنا كنساء بحرينيات وعربيات وايضا مشاركات خليجيات فيها وئام واحتواء للمرأة المعطاءة ان كانت كبيرة بالسن او حتى الصغيرة بالسن. لوحات مليئة بالشجن الخفي تجسد رؤية وفكر المرأة البحرينية ودورها الفاعل في المجتمع، مع التركيز على الموروث الشعبي، فهذه اللوحات التي احتضنها المعرض تفصح عن دور المرأة الفاعل في مختلف المجالات. شاركت بهاي اللوحة بعنوان بنات الفريج. البنات من كل مناطق البحرين من مدن وقرى لمت بنات بحرينيات بالزي البحريني والزري. أنا حبي للتراث البحريني أحب أن أبرز التراث في لوحاتي. لوحاتي تكلم كل الأجيال. يوم المرأة البحرينية شيء كبير بالنسبة لنا كبحرينيات، حبيت أجسد في اللوحة شخصية مهمة بالنسبة لي هي جدتي الله يرحمها. يمكن يكون العمل أصغر عمل موجود في المعرض كومل، بس أكيد معناه كبير واجد. من يوم كنا صغار احنا كانت هي الجذر الاصيل حق العائله. ما شاء الله اللوحات اللي موجوده كلها معبره عن المراه البحرينيه، وكلها معبره عن قديم المراه البحرينيه لما في يعني كشعبيه كوجودها في المجتمع كتطورها كتربيتها، لان هي انسانه امراه قديره جدا على انها تكون عمود اساسي في هذا المجتمع. هذه اللوحات تحمل بين خطوطها حكايات لا تنتهي وتعابير تضم بين طياتها
إرثا من القوة والإبداع والعطاء للمرأة البحرينية، فالمتأمل في هذه اللوحات يجد بأنها تجسد حقبا تاريخية مرت بها المرأة البحرينية، وتترجم قصصا من الماضي ساهمت في بناء الحاضر وستسهم في تحقيق جميع تطلعات المستقبل. بلغة فنية إبداعية جسدتها الريشة والألوان، احتضنها معرض بورتري المرأة البحرينية، فعبرت فنانات البحرين عن المرأة البحرينية من خلال لوحات فنية شاركت بها، فجسدت من خلالها عطاءات وتطلعات المرأة البحرينية ودورها الرائد في رفعة بلادها، بما يعكس الدور العظيم الذي تؤديه نساء البحرين في مختلف المجالات. خلى الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.